احكي لنا يا اخوي، احكي لنا على البورت، شنو حكيت والله بالضبط، شنو مشاكله وشنو جماجمه؟ هي البورت هذايا تعفي فيها ناس بحارة صعيدة. اذا كان الناس المرجية الناس تبدا من الدفة راحوا المشاهدة راحوا نسوقوا نجري صغير وكبير. بقينا قاعدين مع الحكايات ونمشيو لك يا جماعه العجاله ناخذ ما عندهم العجاله نقطه نحطيه في الدايره لوكا تقعد بالعام وبالعام ونص باش نطلعها ما لقاوش وين نطلع ونمشيو للطلبه يقولوا نطلع واحنا حتى نزيو بلادنا ومالينا نمشيو للمستير زاد كيف كيف ماذا بينا لو كان يراو لنا ويعملوا لنا حوايج لبرطنا باش نبداو مراكبين في نفس البوليكات وين نمشيو ناخذ كف وين نمشيو ناخذ كف ليبرونا يا ودي ليبرونا شدت في العباد وفي الفلاك الزوج شدتنا ليبرونا دي بدات بالفلاك وكملت لي نحن سيري قبل اسمع يا ودي سوسه ربي يعرف ولده دودة كيد دودة دودة في اللوحة ان شاء الله ربي يهدوهم يتفقونا ويركبونا امورنا مع جماعة البراد. ايه شنو تقول توصية دي ولاد البر شنو تقول لهم؟ تقول لهم راح نوديك عاونونا كنا نحب نفرحوا معنا وكهم معنا يبارك فيكم خرجوا فريكا وركبوا بردنا ونتلهوا في بلادنا يد واحده ما عندنا